الآن ننتقل إلى الفيزياء ومع التمرين الأول وهو يخص الموجات فوق الصوتية. الموجات فوق الصوتية هي موجات ميكانيكية بإمكانها الانتشار في أوساط مختلفة وينتج عن انتشارها في ظروف محددة بعض الظواهر الفيزيائية. لتحديد سرعة الانتشار لموجة فوق صوتية ترددها N في وسطين مختلفين نستعمل تركيبا مكونا من باعث E ومستقبل R مثبتين عند طرفي أنبوب. نصل الباعث E والمستقبل R برسم التذبذب. معطيات المسافة الفاصلة بين الباعث والمستقبل هي 1 متر والتردد الموجة المستعملة هو 40 كيلو هرتز. إذا السؤال رقم 1، هل الموجة فوق الصوتية طولية أم مستعرضة؟ إذا كما هو معلوم فالموجة فوق الصوتية فهي موجة طولية. لماذا؟ لأن اتجاه الانتشار فهو يوازي اتجاه التشوه. إذا الموجة فوق الصوتية هي موجة طولية لأن اتجاه انتشار الموجة واتجاه التشوه متوازيان. ثانيا، نملأ الأنبوب بالماء يمثل الرسم التذبذب أسفل الإشارة المرسلة أو المنبعثة من طرف E والمستقبل من طرف R. أنقل على ورقة تحريرك رقم السؤال وأكتب الحرف الموافق للاقتراح الصحيح. إذا السؤال رقم 1، سرعة انتشار الموجات فوق الصوتية في الماء هي. إذا لدينا 4 اقتراحات. إذا قبل اختيار الاقتراح الصحيح يجب حساب سرعة هذه الموجة. نعلم أن سرعة الانتشار C هي المسافة المقطوعة على المدة الزمنية اللازمة لقطع هذه المسافة. حسب المعطيات D هي المسافة بين الباعث والمستقبل اللي هي 1 متر، ولكن الآن يلزمنا المسافة دلتا T هي المسافة المقطوعة بين E و R. إذا بالرجوع إلى الرسم التذبذب التالي، إذا هذه الإشارة فهي تمثل الإشارة المرسلة من طرف E وهذه الإشارة المستقبلة من طرف المستقبل R. إذا بين الإشارتين هناك ما يسمى بالفرق الزمني أو تأخر الزمني. إذا كيف يمكن حساب هذا التأخر الزمني؟ إذا نأخذ أو نبدأ الحساب من مقدمة الإشارة المرسلة ونتوقف عند مقدمة الإشارة المستقبلة. إذا من هذه المقدمة حتى لهذه المقدمة، إذا قمنا بحساب عدد المربعات نجد أن هناك 6 مربعات وكل مربع يمثل 0.1 متر بار سكوند. إذا دلتا تي تساوي هي 6 في 0.1، إذا تعطينا هي 0.6 ميلي سكوند أو 0.6 في 10 أس ناقص 3 سكوند لكي يتم تحويلها إلى السكوند. تطبيق عددي، إذا C تساوي D 1 مقسومة على 0.6 في 10 أس ناقص 3. إذا بالقيام تطبيق العددي نجد أن هذه السرعة تساوي 1667 متر بار سكوند. إذا الجواب الصحيح هو جيم. إذا C تساوي 1667 متر بار سكوند. السؤال رقم 2، طول الموجة للموجة فوق الصوتية هي كالتالي. إذا هناك 4 اختيارات. إذا من هو الاختيار الصحيح؟ إذا سنستعمل العلاقة التالية. إذا نعلم أن لاندا طول الموجة تساوي هو السرعة مقسومة على التردد. إذا تطبيق عددي، لاندا هي سي قمنا بحسابها سابقا 1667. بالنسبة للتردد كما هو مشار إليه في التمرين، ان تساوي 40 كيلو هرتز. إذا نضربها في 10 أس 3 لتحويلها إلى الهرتز. إذا في الأخير نحصل على النتيجة التالية وهي 0.0417 متر. إذا قمنا بتحويلها إلى المليمتر، إذا تعطينا 41.7 مليمتر. إذا الجواب الصحيح حسب اختيارات هو
الجواب دال. سؤال رقم 3، نعوض الماء بسائل آخر فيصبح الفرق الزمني بين الإشارة المرسلة والإشارة المستقبلة هو دلتا تي تساوي 0.9 سكوند. هل تزايدت أم تناقصت سرعة انتشار الموجات فوق الصوتية في السائل مقارنة مع سرعة انتشارها في الماء؟ علي جوابك، علما أنه نحتفظ بنفس المسافة بين E و R. إذا لدينا دلتا تي في الماء، قمنا بحسابها سابقا، هي 0.6 ملي سكوند، و دلتا تي في السائل تساوي 0.9 سكوند. ونعلم أن في السرعة هي المسافة على المدة الزمنية. دونك لدينا دلتا تي او دو لو، اذا بمقارنة دلتا تي في الماء ودلتا تي في السائل، نلاحظ ان دلتا تي في الماء فهي اصغر من دلتا تي في السائل. اذا قمنا بتغيير طرفي المتراجحة، إذن 1 على دلتا تي او ستصبح أكبر من 1 على دلتا تي ديال السائل، ومنه فإن دونك سنضرب في نفس العدد اللي هو دي مثلا المسافة دي، لأن الموجة تقطع نفس المسافة في الماء والسائل، تبقى أكبر من دي مقسوم على دلتا تي السائل، أي دي على دلتا تي هي في في الماء، فهي أكبر من في في السائل. إذن حسب ما توصلنا إليه، إذن نلاحظ أن السرعة تتناقص قيمتها في السائل بالمقارنة مع سرعة انتشار الموجة في الماء. وبهذا نكون قد أجبنا على السؤال رقم 3 وبالتالي. الآن سنمر إلى الجزء أو التمرين الثاني. التمرين الثاني تطور مجموعة كهربائية. يرتبط تصرف مجموعة كهربائية بالعناصر المكونة لها، مكتف وشيعة إلى آخره، وحسب الشروط البدئية يمكن وصف تطور هذه المجموعة بالاعتماد على بعض البارامترات والمقادير الكهربائية أو الطاقية. إذا التمرين ينقسم إلى جزئين، الجزء الأول هو الهدف منه هو تحديد سعة المكثف. نقوم بشحن المكثف سعته سي بواسطة مولد مؤمثل للتيار يعطي تيارا كهربائيا شدته ثابتة إيزيغو تساوي 0.5 ميكرو أمبير كما هو موضح في الشكل واحد. عند اللحظة تي تساوي 0 نغلق قاطع التيار ويمثل الشكل 2 تغيرات التوتر أو سي دو تي بين مربطي المكتف. السؤال رقم 1، انقل على ورقة تحريرك رقم السؤال واكتب الحرف الموافق للاقتراح الصحيح. هناك 4 اختيارات. ثم ثانيا تحقق ان
سي سعه هذا المكتف تساوي 0.5 ميكرو فاراد. اذا السؤال رقم 1 اذا قبل الاجابه على السؤال او قبل اختيار الاقتراح الصحيح نعلم ان كي شحنه المكثف كي تساوي سي فوا يو سي، ونعلم كذلك ان كي تساوي اي زيرو فوا تي. اذا نستعمل هذه العلاقه لان اي زيرو فهي شده ثابته، شده التيار ثابته. اذا من العلاقتين السابقتين يمكن ان نكتب ان سي فوا يو سي تساوي اي زيرو فوا تي، ومنه فان اذا يو سي تساوي اي زيرو فوا تي سيغ سي. اذا الاقتراح الصحيح هو اذا حسب ما هو مشار اليه في التمرين، اذا الاقتراح الصحيح هو اقتراح ب. سؤال رقم 2 اذا تحقق ان السي تساوي 0.5 ميكرو فاراد. اذا بالرجوع الى الشكل 2 اذا المنحنى المحصل عليه فهو كما تلاحظون فهو عباره عن داله خطيه. لماذا داله خطيه؟ لان هذا المستقيم فهو يمر من اصل المعلم. اذا تغيرات يو سي، تغيرات يو سي بدلاله تي عبارة عن مستقيم يمر من أصل المعلم، وبالتالي يسي تتغير خطيا بدلالة تي، ونكتب إذن يسي دو تي معادلة الدالة الخطية تساوي ك فوا تي، حيث ك هو معامل الموجه للمستقيم. ومما سبق يعني حسب السؤال السابق توصلنا الى ان يو سي تساوي اي زيرو فوا تي سيغ سي، واحد جوج بالمماثله مع أو بمثلة بين العلاقة واحد والعلاقة جوج، نجد أن إي زيرو، نجد أن إي زيرو تساوي ك، إي زيرو سيغ سي تساوي ك، أي سي تساوي إي زيرو سيغ ك. دونك نحسب أولا المعامل الموجه ك. إذا لحساب معامل الموجه إذا هو دلتا يو سي سيغ دلتا تي. إذا نختار نقطتين، إذا نختار النقطة الأولى وهي أصل المعلم صفر صفر، ونختار مثلا نقطة ثانية أو نقطة أخرى مثلا هنا. إذا هذه النقطة إحداثية ديالها هنا 4 سكوند، يعني أفصول ديالها هو 4، وأرتوبها هو أربعة كذلك. إذا نقوم بالتعويض، إذا 4 ناقص 0 ثم 4 ناقص 0 تعطينا 1 فولت باغ سكوند، وبالتالي سي تساوي إي زيرو حسب المعطيات 0.5 ميكرو أمبير، إذا نضربها في 10 أس ناقص 6 ونقسم على ك هي 1. إذا سي تساوي 0.5 في 10 أس ناقص 6 فاراد، أو سي تساوي 0.5 إذا يمكن تحويلها إلى الميكرو فاراد، ونحصل على سي تساوي 0.5 ميكرو فاراد، ونكون قد تحققنا من قيمة سعة المكثف سي. الآن سنمر إلى الجزء الثاني في الكهرباء دائما.
الجزء الثاني. عند اللحظة التي تساوي صفر نربط المكثف المشحون سابقا بوشيعة معامل تحريضية L ومقاومتها مهملة. أولا أثبت معادلة التفاضل التي تحققها الشحنة Q دو تي. ثانيا يمثل المنحنى شكل 3 وهو كالتالي تغيرات Q دو تي. سمي نظام هذا التذبذبات الذي يبرزه منحنى الشكل 3. يكتب حل المعادلة التفاضلية السابقة مبينة في السؤال 1 على الشكل التالي. باستغلالك لمنحنى الشكل 3 حدد قيمة كل من التوابيت QM T0 وفي ثم احسب قيمة L. ثالثا فسر كيفيا انحفاض الطاقة الكلية للدارة احسب قيمتها. ثم رابعا أوجد القيمة القصوى لشدة التيار المار في الدارة. إذا لنبدأ بإثبات المعادلة التفاضلية. أولا إذا نعتبر الدارة الكهربائية التالية مكونة من المكثف السابق ووشيعة مثالية أو وشيعة مقاومتها مهملة. إذا المكثف يتميز بسعة C والوشيعة تتميز بمعامل تحريض L. إذا UC توتر UL. إذا حسب قانون إضافية التوترات UC زائد UL تساوي صفر. نعلم أن Q تساوي C فوا UC. إذن UC تساوي Q سور C. دونك هذه من جهة. ثم لدينا UL يعني التوتر بين مربطي الوشيعة هو L فوا D دو E سور DT. ونعلم كذلك أن E هي D دو Q سور DT. إذن UL تساوي L فوا D سور DT ويمكن تعويض E هنا ب DQ سور DT. وفي الأخير نحصل على L فوا DQ كاري سور DT كاري. دونك D كاري Q على DT كاري هذه تسمى بالمشتقة الثانية لـ Q دو تي. نعوض في قانون إضافية التوترات نجد إذا نعوض UC Q سور C زائد UL نعوضه بالتعبير التالي هو L في D كاري Q سور DT وكاري تساوي صفر. أي إذا يمكن مثلا أن نضرب هذا المتساوي في واحد على L في واحد على L وفي الأخير نحصل على D كاري Q سور DT كاري زائد Q أو واحد على LC فوا Q تساوي صفر. وبالتالي فهذا التعبير يسمى بالمعادلة التفاضل التي تحققها الشحنة Q دو تي المكثف. ثانيا سؤال رقم 1-2 إذا سمي نظام التذبذبات الذي يبرز منحنى الشكل الثالث. إذا بالرجوع إلى منحنى الشكل الثالث تلاحظون أن وسع التذبذبات فهو وسع التذبذبات فهو يبقى ثابت مع مرور الزمن. إذا نلاحظوا الآن Q دو تي إذا الوسع يبقى ثابت مع مرور الزمن. إذا نظام التذبذبات هو نظام دوري. إذا كيف ما قلنا دوري لأن الوسع يبقى ثابت مع مرور الزمن. سؤال رقم 2-2 يكتب حل المعادلة التفاضلية على هذا الشكل. إذا Q دو تي تساوي QM كوسينوس 2P على T0 فوا T بلس في. إذا فهي معادلة أو فهي دالة جيبية. سؤال رقم 1 باستغلال المنحنى باستغلال هذا المنحنى الشكل 3 حدد قيمة كل من QM و T0 و في. إذا 1 جوج جوج لدينا. إذا حسب المنحنى فهاد
إذن كو أم يمكن حسابها تلاقا من المنحنى. إذن هذه القيمة هي كو أم حسب الشكل. إذن كو أم تساوي إذن هي 3 في 10 أس ناقص 6 كولومب. و تي زيرو إذا تي زيرو غادي ناخذ مثلا فهي المدة بين قيمتين قصويتين متتاليتين. إذا نأخذ من هذه القيمة حتى لهذه القيمة إذا هذه هي تي زيرو. إذا حسب المنحنى فهي تساوي 4 في 0.157. إذا تعطينا القيمة التالية 0.628 ملي سكوند. بالنسبة لفي إذا لدينا يمكن تحديد فيه بالاعتماد على حل المعادلة وبالاعتماد كذلك على الشروط البدئية. إذا Q في T تساوي 0 حسب المنحنى، دونك هذه T تساوي 0 فتساوي QM. حسب حل المعادلة التفاضلية إذا قمنا بتعويض T بصفر إذا تعطينا هي QM في الكوسينوس، دونك إذا عوضنا هنا بصفر إذا سنختزل 2P سور T0 في 0 هي 0 ويبقى لنا في اي. اذا يمكن كتابه كي ام تساوي كي ام فوا كوس في، ومنه فان كوس في تساوي كي ام سور كي ام تساوي 1، وبالتالي فان في تساوي 0 اراديان. اذا الزاويه التي يساوي الكوسينوس ديالها 1 هي 0. سؤال رقم 3.2، فسر كيفية انحفاض الطاقة الكلية للدارة LC. إذا بما أن الدارة LC تعتبر دارة مثالية نظرا لغياب المقاومة R، يعني مقاومة الدارة R بصفة عامة، وبما أن النظام المحصل عليه نظام دوري فإن الطاقة لا تبدد بمفعول جول، أي أن الطاقة الكلية للدارة LC تنحفظ. نفس السؤال دائما، احسب قيمة الطاقة الكلية E total. دونك نعلم أن الطاقة الكلية E total إذا تساوي هي الطاقة E إلكتريك، الطاقة الكهربائية، زائد الطاقة المغناطيسية، وهي طاقة كلية كما بينا سابقا فهي طاقة ثابتة. حسب الشكل 3 لدينا او تي عند اللحظة 0 تساوي او او 0 زائد او مغناطيسية مانيتيك 0. لدينا او إلكتريك صفر، واحد على جوج سي فوا او سي زيرو كاري، او تساوي كذلك واحد على جوج فوا كيو ام فوا كيو كيو صفر او كاري سور سي. عند تي تساوي صفر لدينا كيو زيرو تساوي كيو ماكس. شكل 3
ثم عندك تي تساوي صفر فإن شدة التيار تساوي صفر. إذن فا أو ماليتيك صفر تساوي صفر، أي أن الطاقة الكلية تساوي أو إلكتريك صفر اللي هي أو إلكتريك ماكس تساوي 1 دومي فوا كي ماكس كاري سور سي. تطبيق عددي أو توتال، إذن واحد على جوج كي ماكس، إذن قمنا بحسابها سابقا. كي ماكس دونك 3 10 اس ناقص 6 او كاري مقسوم على سي 0.5 10 اس ناقص 6، اذن او توتال دونك تساوي تسعود 10 اس ناقص 6 جول. إذا هنا أستسمح بالنسبة إذا لم أحسب قيمة L، إذا أحسب قيمة L السؤال السابق. دونك لحساب L نستعمل العلاقة T0 تساوي 2π وغاسين دو L C، أي T0 كاري تساوي 4π أو كاري فوا L C، ومنه L تساوي T0 أو كاري مقسومة على 4π أو كاري فوا هو C. تطبيق عددي، إذن L تساوي إذن T0 قمنا بحسابها سابقا وهي 0.628 ملي سكوند، إذن في 10 أس ناقص 3 أو كاري مقسومة على 4π أو كاري في C 0.5، ولكن في 10 أس ناقص 6، وفي الأخير تعطينا L 0.0197 هنري، أي تساوي 19.7 ملي هنري. إذن هذه هي قيمة L اللي هي معامل التحريض للوشعة. السؤال الأخير 4 جوج، أوجد القيمة القصوى لشدة التيار المار في الدار. إذن نعلم أن إذن سؤال 3 4 جوج، نعلم أن او توتال تساوي او او إلكتريك زائد او او مانيتيك. الآن عند نختار لحظة تي تساوي تي زيرو سور 4، او توتال معلوم أنها تبقى ثابتة لأن هناك انحفاض للطاقة. إذن هي او ال تي زيرو سور 4 بلس او مانيتيك تي زيرو سور 4 حسب الشكل E إلكتريك في T0 سور 4 هي 1 على 2 في Q في T0 سور 4 أو كاري تساوي 0. لماذا؟ لأن تساوي 1 على 2 Q في T0 سور 4 أو كاري سور C تساوي 0 جول، جول لأن Q حسب الشكل فهي منعدمة، إذن فالطاقة الكهربائية منعدمة. وإذا كانت الطاقة الكهربائية منعدمة فإن الطاقة المغناطيسية في نفس اللحظة تكون قصوية وتساوي
واحد على جوج فوا ال اي ماكس او كاري. إذا نستنتج أن E total هي E مغناطيسية مغناطيسية القصوية واحد على جوج L فوا إي ماكس كاري. إذا L إي ماكس أو كاري تساوي جوج فوا E total، وبالتالي فإن إي ماكس تساوي جذر مربع جوج فوا E total سيغ L. تطبيق عددي، إذا إي ماكس تساوي جذر مربع جوج، إذا أو توتال قمنا بحسابها سابقا وهي 9 ميكرو جول، يعني 9 فوا 10 أس ناقص 3، وبالنسبة لإل معامل التحريض هو 0.0197 هنري. إذا إي تساوي، إذا قمنا بهذا التطبيق العددي تعطينا هي 3 في 10 أس ناقص 2 أمبير. إذن وبهذا نكون قد انتهينا من حل تمارين الكهرباء.